احييها. السلام عليكم. اخبارك؟ وعليكم السلام. كيف حالك؟ عساكي طيبه. والله تمام. شنو؟ بسرعه علميني، احد خبطك في البيت؟ ليه؟ بسرعه علميني، ان كان احد خبطك بس اغمزي بس. ليه ما فهمت؟ وش معها عيونك من تحت منفخه؟ اما منفخه. والله انها منفخه. شكل احد خبطك ولا اصور شوف شكلي. لا ما اصفي. يوه يا شياطين، شياطين في عينك كلامي. يبي تعلمني حد خبطك؟ لا زعلانة. من ايش؟ ما اقدر اقولك. ما اشتريتي في ستان العيد؟ هل اللي اشتريت خلصت. ها دامك اشتريتي وزعلانة ابا يدخل، صح ولا لا؟ لا والله ابا يدخل. الا يدخل كل شيء تمام. طيب ليش زعلانة؟ من ايش زعلانة؟ ما حد جاب لك كندر؟ لا يا الله علم خير. طيب كيف طريقتك انت عسى ما خلاف؟ امك سحبت الايباد؟ لا ابوك قلل المصروف؟ الفسحة يعني؟ لا. ها؟ طيب دي. فكروا يا كومنت معي، فكروا بالله، فكروا شوفوا وش المشكلة يا أخي. ما أحس إني أقدر أقول هنا جهر. ها الأيباد حقك خرب؟ لا ما عاد يحمل؟ لا الحين مثلا السحيب. أسلمي هات. لو مثلا صار لك شيء مثلا في السوشيال ميديا، لا حد يصور، ما سامح ولا حد اللي يصور، لا الدنيا ولا الآخرة، اللي عنده سعيد لا تصوره، أقول لكم صوروا بالطقاق. اسمع ما أحس سؤال ينسألينا. ها؟ ما أحس، ما أقدر أسأل. أسألي عادي بدون ذكر اسماء، هات العلم. لو مثلا طلع لك شيء في السوشيال ميديا يعني فضيحة، إيش بتسوي؟ فضيحة؟ يعني شيء في السوشيال ميديا. والله على حسب وش كيف 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 يعني مفضل. وش يمكن هذا السؤال دائما يعني ويلكم تربل بي كومنت الدبل. ايوه ايش مثلا بتسوي؟ خلاص والله يعني ما عاد يمديني اجحدها. اي والله ما عاد فيها متوقفه بدايه الليفل. ها يا لتيم الحب قوطه. دقيقة اصبر خلي التربية يقفل عندي. بدش سعيد ايش صار فيك ذي الفترة؟ كيف؟ صرت البس ملابس حلوة صح؟ اصلا شوف من يوم يعني انت من يوم ما طلعت الدنيا وانت كشخة وما شاء الله حلو. الله يسعد روحك ارحب الوافي. تربل يا اخوان. عارفين عارف كومنت تربل. ايش فيك كذا يطلع؟ ارحب رونالدينيو. يا هب 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 رونالدينيو هذا ما اعتزل؟ لا رونالدينيو مبروك النبل. نبل يا زيدان واحد يجي يا اوهو دبل يا ولد يا الشياطين ان كان صدقا. كاز تربل لا يروح حتى ابو اساس اساس تربل املا تربل املا. يا فدا فدا اسلم. ايوه بس والله طالع ما شاء الله كشخه زي كذا حركه. الله يسعدك. شوف ما مريتك وش بني درسك ابتسامه. ركبت ابتسامه. طب السن ذاك ايش صار فيه؟ ابايقر والله. ايش والله قالوا لازم لانه هو مكسور النص الثاني جوه اللثه. قالوا لازم نقطع اللثه نجرحها ونجي القديم. لا تسوي شيء ذي لان هذا الشيء الوحيد اللي انا وانت بيننا فيه سترين مشتركين فيه. عادي حتى لو سويته يعني المحبة في القلوب ما في كسرات الأسنان. تغيب. لا ليش يا سعيد الله يهديك إذا بغيت تضحك ما يحتاج تندس خلاص أضحك كذا. من قال كذا؟ طيب لك ويلكم بيب بيب. يا أخي ليش كل شوية يفصل ال ما أدري عنك تقنتك خمسة جاء
خمسة جاء يعني النت حق البيت. طيب الحين تعالي علميني وش 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 اللي فضيحة ما فضيحة عسى ما خلاها. حياك يا الوافي لب أبوك. قلبي يعورني يخرب. ارحب لب روحك. أحس ما ارتحت لك ما ارتحت لك. ها؟ ما ارتحت لك. أنا؟ البارح العب سعيد تدري اني اسمع سعيد اسمع سعيد ارحب دقيقة اصبر خليني واليوم ارتحت لك؟ الله تدري سعيد اني احب العب معك لا تصدق انا احب العب معك صح ان ذيك المرة اخر مرة اني تهاوشت معك بس احسها عادي يا مون يوم طقطقت عليك اعتذر جاني تاني بضمير وقتها ما قدرت ارقد هاي اقوم مسلمي وسط راس عمك اقول برنك يا ولد باقي 20 ثانية مكبسين فجروا الجلبة التكبيس فجروها فجروا التكبيس يا عيال بشيل حواجبي ارحب ارحب يا طارق ارحب لب روحك يا روح اخوك ارحب تراحيب الحياة هاي تعالي وربك عبانا فست يلا انت فست طارق الله يجعلني معدن رونالدين هم قصص الوافي لب ابوك سيف الجازي ورد 07 سعيد مكبسين الله يجعلكم في الوجود واقفين مجملين خذيت ضيمكم يلا انا فزت الحكم الاول تغسلين وجهك قدامه اشيل الميك اب مو احس غسل اني ما اقدر ادخلكم بدوره المياه مو بزينه خلاص يلا جيبي منديل ومزيل عرق يلا سود الله مزيل مكياج ودعكي وجهك يلا الحكم الثاني الحكم الثاني ملعقتين ملح تحت لسانك الحكم الثالث الحكم الثالث لا لا الله بودرة تصبينها فوق شعرك يعني ما نفسه بس يلا مش تعال قول اسمي يا ابو حنش وجن جن ان شاء الله تنذربك دقيقة وينه ايش هو اللي وينه شي خاص فيني ما يخصك وي هذا وين راح وشن هو جالس ادور عن شيء قلت لي شنو هو دقايق تخليك هنا هاي الحشتارة ما شاء الله استاذ زي حقه البنك من علو الجدار الى باطن استاره زي حقه البنك يا عيا وربك على يلا حيا كلام في استارتنا لا ما شاء الله مزينة شي نعمة يا حمدان النعمة يا سعيد اليوم شفتك شخصية والله خذ لب روحك سعيد من يومه شخصية أمسح بعد الأيلينر كل شي في وجهك ربي ما خلق ندري بس حرام والله تعبت في نار السماء ما علي منك انا قلت لك تعبي ما قلت لك تعبي الحين كيف يمسح بلي إيه؟ بلي المنديل في مويه لا يشقق وجهك بلي في مويه في بلي المنديل في مويه فرد بس الشق ذي اليسار بهو ميله ايش هذا اللي بيموه ميله بهو ميله هالشق اللي هني في اليسار دي اي بشيله اساس تشوف الفرق ليش تبي تشوف شكلي بالميك اب عينك اغطشي غمصك يو يا شعرك ناشف افوت ما معك زيت تدهنينه زيت زيتون ناشف. زيت سمسم دقيق انا شعري مدرج مو ناشف يا غبي اقول والله البهوميله اسمعي عليك بديت الزيتون زيت السمسم اذا انا شعري بهوميله دقيقه اذا انا شعري بهوميله ورا ما تورينا شعرك يلا شوفي ميبس اقول لك على حاجه قول قسما بالله يا شعري حريري تلك شعري من كثر ما هو ناعم اسمعي يا بنت شعري من كثر ما هو ناعم يدقون علي الشركات من برا يدقون من برا وش تستخدم لشعرك نبغى نسوي قلت لا انا ما اسوي اعلانات حقت الشعر خلاص شلت يو يا وجهها لا
ما تقول كذا، اقلع. اقول لك على حاجه، قول. نفسي اعطيك كرتون ايفون 15 وجوته جوال نوكيا عشان تعرفين الشعور اللي هن. نشوفك على خير يا لتين، الله يلاقيك خير. انتك سعيد. طحص اصبعي، هي تبغاني صح؟ تبغاني والله طحص اصبعي، ما قصدي والله، ما هو قصدي اني اشرد واخليها. ارحب التميمي.